هناك ما يقارب 200,000 من العمال المنزليين المهاجرين الذين يعملون ويقطنون في لبنان. البعض منهم هم من ضحايا العمل الجبري والإتجار بالبشر، وهم يريدون العدالة. لكن رحلة الوصول إلى العدالة طويلة وشاقة. بموجب القانون اللبناني يحق لأي عاملة مهاجرة أن ترفع شكوى أمام المحكمة أو الشرطة، كما لها الحق بمحاكمة عادلة كأي مواطن لبناني آخر. ولكن ما الذي يعترض طريقه؟ قد تكون عاملة المنزل المهاجرة لا تدري أن لديها أي حقوق. كونها عالقة في فخ العمل الجبري، فإنها قد تجهل الخيارات المتاحة لها للوصول إلى حل، أو تجهل أين وكيف ترفع شكوى. قد لا يشمل عقد عملها أي بنود حول ساعات العمل وأيام العطل والخصوصية، فعلى أي أساس قانوني ستدافع عن حقوقها أمام القاضي؟ قد لا يكون لديها أيضاً الحقوق نفسها التي يملكها غيرها من العمال، حيث أن عاملات المنازل المهاجرات مستبعدات من قانون العمل. يتعقد الوضع بمجرد تركها منزل موكلها دون إذن مسبق، فإذا غادرت منزل رب عملها بهدف تقديم شكوى تنتهك بذلك قانون الإقامة اللبناني، وبالتالي تصبح مدانة وفقاً لنظام الكفالة. وبما أن جواز سفرها مصادر، يصعب عليها تقديم شكوى لأنها لن تتمكن من إثبات هويتها. ومن المرجح أن تعلق في عملية قضائية بطيئة دون أن تحصل على رطبها خلال هذه الفترة. لا تعتبر حالات عمال المنازل المهاجرين أولوية، وقد يتم ترحيلها قبل أن تتمكن من الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة. يتم علاج حالات نادرة جدا من خلال النظام القضائي. العديد من عاملات المنازل المهاجرات ينتهي بهن المطاف في مراكز احتجاز تابعة للحكومة، ويتم ترحيلهن دون أي تقدير أو تعويض. فما الذي يمكن القيام به لتسهيل وصولهن إلى العدالة؟ تحسين القوانين وتنفيذها. يجب الاعتراف بعمال المنازل المهاجرين كعمال بموجب قانون العمل اللبناني. ينبغي إصلاح نظام الكفالة بما يتماشى مع المعايير الدولية. ينبغي تنفيذ قانون منع الإتجار بالبشر بحزم. ينبغي تنظيم ومراقبة وكالات التوظيف الخاصة بشكل أفضل. وينبغي اعتماد عقد موحد جديد وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189. يجب على القضاء أن يكون على دراية أكثر بالقوانين التي تنطبق على العمال المنزليين المهاجرين، وأن يكون أكثر تماسكاً في تطبيقه. تعزيز عمل الجهات الفاعلة الرئيسية. يجب على البعثات الدبلوماسية في لبنان أن توسع خدماتها لدعم مواطنيها. يجب على النقابات حشد المواطنين والعمال المهاجرين والمطالبة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال للجميع. يجب على أصحاب العمل والمواطنين اعتماد نهج عدم التسامح لممارسات العمل الجبري. من خلال التركيز على تحسين الوصول إلى العدالة، يمكننا أن نمنع الاستغلال في العمل، وأن نجعل العمل اللائق للعمال المنزليين المهاجرين حقيقة واقعة.